بسم الله الرحمن الرحيم. بنكون هيك انهينا الوحدة الخامسة، ما بقى أمر بسيط. كيفية إيجاد الـ H و الـ U لغير المواد السبعة. كيفية إيجاد الـ Internal Energy والـ Enthalpy لغير المواد السبعة. في جبهة ثلاث تعلمنا كيف نوجد الـ U والـ V لغير المواد السبعة باستخدام الـ PVMRT أو الـ PVZMRT، لكن هذا القانون لا يحتوي على الـ U أو الـ H، فكيف يمكن إيجاد الـ H والـ U لغير المواد السبعة؟ الآن حنعرف ما يسمى بالـ Specific Heat للمواد غير المواد السبعة، أو بشكل عام اللي هو specific heat. الآن هنقول constant volume and constant pressure specific heat. حرارة نوعية انضباط الحجم أو انضباط الضغط. الآن هنتكلم عن constant volume process. constant volume process بالتالي الـ Q مقدار التغير في الـ internal زائد الـ work. بما أن constant volume فعندي الدلتا U صفر، بالتالي الدلتا Q دلتا U. الآن الدلتا يو بإمكاني استخدم specific الماس خارج، بالتالي يصبح ماس في دلتا يو. الآن هعرف تعريفا الدلتا يو تساوي سي في في دلتا تي، سي في في دلتا تي، بالتالي أصبح الدلتا كيو تساوي تغير في الانترنال ماس في دلتا يو ماس في سي في في دلتا تي. إذا ما هي السي في الآن من خلال التعريف؟ السي في إذا بدي أقارن هاي المعادلة مع هاي المعادلة، صار عندي واحد على ماس دي كيو على دلتا تي، واحد على ماس دلتا كيو على دلتا تي. الدلتا كيو تساوي دلتا يو، طيب واحد على ماس دلتا يو على دلتا تي. الدلتا يو كابيتال يساوي ماس في يو، ماس مع ماس بروح بضل عندي دلتا يو على دلتا تي. نأخذ من هاي المعادلة ماس مع ماس بروح، السي في تساوي دلتا يو على دلتا تي، إذا السي في يساوي دلتا يو على دلتا تي. بالتالي السي في يو في النهاية مشتقة اليو بالنسبة لدرجة الحرارة عند ثبوت الضغط. الآن لماذا بارشل ديفرنشال إيكويشن مش ordinary differential؟ لأنه الآن عندي الـ U several variable function، several variable function اقتران كثير المتغيرات، بمعنى أن الـ U اقتران في الـ T وفي الـ B والـ B، إنه الـ U هي اقتران ليست اقتران في درجة الحرارة فقط، إنما تتغير مع الضغط مع تغير الحجم. بالتالي الاستقاق لما يكون عندي اقتران كثير المتغيرات حيكون استقاق جزئي. إذا الـ CV الحرارة النوعية اللي هي دلتا U على دلتا T أو مشتقة الـ U عند درجة الحرارة نسبة إلى درجة الحرارة عند ثبوت الحجم. ما هي وحدتها؟ U على T، بمعنى كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، كيلو جول لكل كيلو جرام كلفن، وهي شبيهة بوحدة الـ R. إذا كان الإجراء constant pressure process فدلتا كيو تساوي دلتا يو على دلتا اتش حسب ما المحاضرة السابقة المحاضرات السابقة. إذا كان constant pressure process فدلتا كيو تساوي مقدار التغير في الانثالبي، تالي ماس سمول دلتا اتش إذا دلتا كيو تساوي دلتا اتش أو specific mass دلتا اتش في M. الآن دلتا H specific بعرفها هي CB في دلتا T، وبنفس CB بنفس الأسلوب يصبح CB واحد على ماس دلتا Q على دلتا T عند ثبوت الضغط، أو واحد على ماس بارشل ديفرنشال H بالنسبة للT عند ثبوت البرشر، ماس مع ماس إذا أخذت دلتا H ماس small H
صار عندي مشتقة ال H نسبة إلى درجة الحرارة انضباط الضغط. إذا هذا CV. الآن لاحظ إنه CV هل هي thermodynamic properties؟ نعم هي thermodynamic properties، لأن علاقة بين ال H أو بين ال U وال T وال V، وبالتالي هي اقتران بين علاقة بين thermodynamic properties، وبالتالي CV thermodynamic properties، وهذا ينطبق على CB. فالسي بي علاقة بين ال H والT والB، وهي علاقة بين thermodynamic properties، وبالتالي السي بي والسي بي thermodynamic properties. هذه الخواص هي متغيرة وليست ثابتة الأصل، مثل ال H والU والT هي خواص متغيرة وليست ثابتة. الآن ما هي الاستفادة من السي بي والسي بي؟ الاستفادة من السي في والسي بي من التعريف من هون انه انا احاول ان احصل على الدلتا يو. الدلتا يو لغير المواد السبعة او حتى المواد السبعة، لكنه هون الاستخدام الاصلي لغير المواد السبعة، بالتالي الدلتا يو تساوي السي في دلتا تي. وبالتالي تكامل الدلتا يو بيعطيني يو 2 ناقص يو 1 بالتالي اليو 2 ناقص يو 1 اللي هي هكون عندي دلتا يو تكامل السي في دلتا تي. بالتالي تكامل دلتا يو يو 2 ناقص يو 1 في تكامل سي في دلتا تي من تي 1 الى تي 2. نفس الشيء بالنسبه للانثالبي، فعندي دلتا اتش تساوي سي في دلتا تي، دلتا اتش تساوي سي في دلتا تي. اذا دلتا اتش تساوي سي في دلتا تي، فتكامل دلتا H H2 ناقص H1 و CB في دلتا T T2 T1. الآن ما بجري التكامل لأنه CB متغير وله علاقة بدرجة الحرارة، والCB ليس ثابت للأصل وله علاقة بدرجة الحرارة. الآن بدي أحدد عشان أجري هذا التكامل أو هذا التكامل، بدي أحدد العلاقة ما بين CB وال T والCB وال T. إذا من خلال هذول العلاقتين حيتم تحديد دلتا يو ودلتا اتش للمواد غير السبعه. غير المواد السبعه انقسمهم قسمين، سوليد والليكويد، والجزء الثاني هو الايديال جاز. نبدا الان بالجزء الاول، المواد غير السبعه اللي هم السوليد اند ليكويد. سوليد اند ليكويد، طبعا نرجع لتعريف الانثالبي، ال H يساوي اليو زائد بي في ال V. فقلنا ال H يساوي اليو زائد بي في V. الآن ماذا يساوي ال H واليو للمواد الصلبة أو السائلة؟ مشتقة الدلتا H، دلتا H أو دلتا U. الآن ال بي في خاصيتين مستبتات مضروبة كأن مقترنين مضروبات في بعض، وبالتالي بي دلتا V زائد بي دلتا في. إذا هذا مشتقة الدلتا H أو دلتا U زائد V دلتا V زائد B في دلتا V. الآن في عندي الافتراض الأول، دلتا V اللي هو تغير الحجم النوعي للمواد السائلة والصلبة. الآن عادة التغير بالنسبة للحجم بالنسبة للسوائل والمواد الصلبة يمكن إهماله صغير جدا في تغير بالحجم لما تسخن أو تبرد أي قطعة معدنية صلبة أو حتى السائل لما تسخن، فعادة التغيير بالحجم يكون بسيط جدا. بالتالي بإمكاننا إنه هذا القيمة دلتا في تساوي صفر، لأنه بالنسبة لتغير الحجم للمواد السائلة والصلبة مهمل. بالتالي يصبح عندي دلتا H تساوي دلتا U زائد V في دلتا B. بعد ما افترضنا الافتراض الأول أن مقدار تغير في الحجم، مقدار تغير في الحجم للمواد السائلة والصلبة تقريبا صفر أو لا تغيير بالافتراض طبعا في الحجم مواد سائلة أو الصلبة. الآن حيكون في عندي افتراض ثاني أيضا، أن الدلتا في اللي هو مقلوب الكثافة، تتميز السوائل والمواد الصلبة بأنها ذات كثافات عالية، أي أن الحجم النوعي متدني، أن الحجم النوعي قيمته صغيرة جدا لأنها تتميز بأنها ذات كثافات عالية.
وإذا قلنا أن هذا القيمة صغيرة جدا لأن الكثافة عالية جدا، بالتالي هذا التيرم بما أن الـ V حتقترب من الصفر فأن هذا القيمة تؤول إلى الصفر على افتراض أن الحجم النوعي صغير جدا. إذن هذا الافتراض الثاني، بالتالي لما هذا الصفر فالدلتا H أصبحت تقريبا مساوية لمين؟ للدلتا U. الدلتا H مساوي للسي بي في دلتا T، الدلتا U سي بي في دلتا T. إذن الآن عندي سي واحد إلى سي بي أو سي بي، هي كلاهما متساوي. الآن حسب هذا الافتراض قد نتفق أن التغير بالحجم المواد السائلة والصلبة صغير جدا يمكن إهماله، لكن التغيير بالحجم النوعي قد يختلف معي بعض الناس أنه هذا غير صحيح. حتى نتأكد من تأثير هذا الافتراض هنقول أنه الحجم النوعي هيكون أكبر وين؟ بالسوائل ولا بالصلب؟ لا، هيكون وين؟ بالسوائل أكبر لأنه كثافتها أقل، بالتالي الصلب كثافته أعلى، بالتالي الحجم النوعي أصغر. إذن السوائل كحجم النوعي أكبر، حجم النوعي للسوائل أكبر. إذن ممكن يكون خطأ اللي افترضناه هون إنه هذا صفر حيكون أكبر بالمواد السائلة أو بالفيز السائل عن الطول الصلب. طيب أسوأ شيء لما يكون حجم النوعي أكبر شيء، متى بيكون حجم النوعي أكبر شيء؟ لما يكون ساتوريتد ليكويد. فالحجم أكبر ما يمكن في حالة الليكويد لما يوصل إلى الساتوريتد ليكويد. إذا الآن حنأخذ رقم عشوائي من التيبل ونشوف هل الـ H والـ U متساويات للمادة السائلة اللي عند أسوأ شيء اللي هو الساتوريتد ليكويد اللي هو يفترض الآن في أعلى نسبة خطأ. أخذنا درجة حرارة 80، ضغط الإشباع VF VFG وعندي VG UF UFG وUG، عندي نفس الشيء درجة الحرارة الـ PS HF HFG HG وSF SFG SG. الآن لاحظ مقدار الـ HF ومقدار مين؟ الـ UF. قديش نسبة الفرق بينهم؟ 84% وهون 88%، يعني الفرق 4%. إذا الدلتا بين H والدلتا U فرق بسيط جدا 4%، لكن 4% ما بقدرش أنا أقول إنها قيمة صغيرة أو كبيرة إلا إذا حسبت الخطأ النسبي. مثلا انحراف على القيمة الأصلية، فالـ HF عندي 334.88 والـ UF 334.48 على قيمة الـ HF الأصلية، مقدار انحراف على القيمة الأصلية، بالتالي 384 مضروب 100%. إذا هون بيطلع عندي مقدار انحراف اللي هو 4% على 334.8 ضرب 100%، بالتالي نسبة الخطأ 11 بالألف أو 12 بالألف بالمية. إذا نسبة الخطأ 12 بالألف بالمية. فالآن الخطأ 12 بالألف بالمية، وبالتالي هذا خطأ لا يذكر. يعني نقول خطأ أقل من واحد أقل من واحد بالمية، أقل من هو حوالي 12 بالألف بالمية، وبالتالي خطأ لا يذكر باعتبار إنه الـ H مالها مساوي للـ U وهي الأسوأ اللي هي أسوأ شيء بالليكويد اللي هو الساتوريتد ليكويد. إذا حسب الأرقام الموجودة عندنا فإن الـ H تقريبا مساوي لمين؟ للـ U، والافتراضات على الواقع هي صحيحة 100%. بإمكانك الآن تعيد هذه العملية الحسابية على أي درجة حرارة مختلفة، ممكن تأخذ 120 هتلاقي أنه نسبة الخطأ ممكن تزيد شوي لكنها لن تتجاوز 1%، وبالتالي هي خطأ، وهذا الخطأ
مقبول، خطأ قليل جدا وهو مقبول. الآن إذا للسوليد والليكويد بعد أن قلنا إنه الـ H مساوي للـ U أو دلتا H مساوي دلتا U، فبالتالي الـ H هي نفسها مين؟ الـ U. فبالتالي تكامل دلتا H بيعطيني H2 ناقص H1، والـ U2 تكاملها بيعطيني U2 ناقص U1 تساوي تكامل T1 إلى T2 C دلتا T. الآن الـ C حنفترض للسوليد والليكويد هو ثابت ويخرج خارج التكامل، وبالتالي C تكامل دلتا T C حتينا T2 ناقص T1. إذا الآن الحرارة النوعية هي ثابتة. من هنا طلع قيمة C، في عندي 2 تيبل، في عندي A2 أو عفوا A3 و A4. A3 للسوليد و A4 عندي للليكويد. الآن هل هو CB أو CV؟ كلاهما متساوي بما أنه الـ H والـ U متساويات، فممكن نقول هو الـ CB أو الـ CV. في الكتاب محطوط لك بـ Table A3 و A4 هو محطته CB، بالتالي هو نفسه CB و C أو CV. بالتالي الآن لما نقول إحنا مثلاً قطعة حديد مسخنة، الآن بدك تقول كمية الحرارة، طبعاً هذه دلتا H، بدك Q تساوي M في دلتا H، M في دلتا H، بالتالي بصير M في CB في دلتا T. فإذا سخنا كمية درجة الحرارة قطعة حديد من 20 إلى 100، كمية الحرارة اللازمة ماذا تساوي؟ ماس الحديد القطعة، الحرارة النوعية لقطعة الحديد في فرق درجات حرارة اللي هي الدرجة البدائية والدرجة النهائية. الآن متى ممكن يكون في عندي سؤال هذا؟ مثلا أنا عندي في أسئلة سابقة سخنت فيها تانك زي هيك، مثلا تانك هون. الآن أنا عادة النظام تبعي كان الليكويد الماء السائل، فإذا أحيانا ممكن أقول عملت سخنت مين؟ أعطيني مواصفات التانك، كتلة التانك ودرجة البدائية، درجة البدائية درجة الماء البدائية، درجة النهائية درجة النهائية للماء، وبالتالي عندي نوعية المعدن وقدرة المعدن، وبالتالي كمية الحرارة اللي أخذها النظام الماء زائد التانك. بالتالي هون إذا أعطاني مواصفات التانك الماس تبعته، وبالتالي بيمكن المعدن المصنوع منه بإمكاني أحسب الحرارة اللي ذهبت لمين؟ للتانك، إضافة الحرارة اللي ذهبت لمين؟ للماء.